السلام عليكم يا إخوان جميعاً، كيف حالكم؟ عساكم بخير. طبعاً هاي هي العصا المتحركة، تمام؟ مثل ما أنتم شايفين، مثل ما مكتوب، تهاني لفريق فريق الفائز، ما نقول غير هذا الكلام. طبعاً مكافأة العصا تحصل منها على 20، تحصل بها مثلاً على 20 قطعة يعطونك مع أفاتار. هذا هو الأفاتار الخاص بها، وهنا يقولون مثلاً اضغط على كلمة احصل عليها حتى تبدأ وتحصل على هاي العصا. طبعا لنشوف العروض في إلها نمط شراء، فراح نضغط احنا ونقول بسم الله. وهاي هي العصا مثل ما انتم شايفين يا اخوان، نزلت بشكل كافي وكامل عندنا. خلينا ناخذها. هنا يقول لك العب، تمام، فز مباراة ناصر بير ومتابعة الحدث. خلينا نضغط اوكي. قبل كل شيء خلينا نرجع نشوفها لهاي العصا. ابو فيصل غير العروض، تمام. هاي هي العصا المتحركة مثل ما انتم شايفين، عندي 171 حتى تصير هي ليفل 20، يعني عصا اسطورية، عصا مرتبة لحد تاريخ هاي اللحظة. بعدين نضغط هنا على رسائل لتشوفونها العصا بشكل عام. هنا يقول لك انطلق، يشرحوا لك عن هذا الحدث. اذا بامكانك تاخذ شرح كافي عن هذا الحدث بامكانك تضغط على هذا الخيار وترجع، تمام. طبعا هنا بالنسبه للعصا المتحركه هنا حاطين لك عروض لها، اذا بدك تاخذها عن طريق هنا كل 4 قطع. ابو الياس شفت العروض كيف حاطينها؟ ايه شفت في يعني عروض محدودات. طيب هنا حاطين لك عروض لها، هنا للصندوق، هذا طبعا عروض شراء. هذا صندوق واحد نعطيك عن طريق بطاقة واحدة. طيب هاي اي عصا 200 كونز، كل صندوق تبدله عن طريق هذا الصندوق، كل واحد قطعة بتبدلها بكونز، صح؟ الصندوق الاخير. خلينا ناخذ هاي اول شيء عن طريق ال 200، بعدين نرجع عن طريق هاي المكافأة الاخرى، بعدين هين ما ظل عندنا، ما يكف هنا عندي بدها 200,000. اذا يا اخوان رايحين ندخل على الطاولة. طبعا هنا الصناديق حتى يعطونا التطويرات للعصا انت وحظك، احتمال ينطونك للعصا نفسه، احتمال ينطونك الغير عصا انت وحظك. خلينا نفوت على طاولة ال100,000، تمام. فبدك تلعب، يجوز يعطونك غير صندوق، يجوز الصندوق اللي يعطونك اياه يرقي العصا القرمزية اللي احنا مكسناها، يجوز بيعطونك نفس هاي العصا، يجوز بينزل تحديث اخر يحدث اللعبة بعد ساعة بعد ساعتين يقوم ينطونك فقط للعصا. هذا الموجود عشان تكون عندكم انتو الفكرة الكافية. طبعا هذا الجيم انا لازم تكون الكسرة لإلي، لكن مع الاسف الكسرة مع الخصم. هذا هو الافاتار يا اخوان الخاص بهاي العصا، افاتار حلو يعني الكل يحصل عليه اعتقد هذا الاشي. طيب مو مشكلة، خلينا نشوف هذا اللعب اول شيء. اعتقد الجيم شبه انه منتهي. خصم 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 عاش، لانه كسرتي الله العظيم، لانه هاي كسرتي. خليني ادخل طابة الخمسة تقديم الاسبن. بعدها بنرجع بندخل طابة السبعة عن طريق طابة الواحد. طبعا هاي هي العصا يا اخوان انا عم بلعب بها، وهي لساعتها ليه مطورة ولا اي شيء. اوكي بعدين ندخل طابة 2. وين خليك يا عمري، يعني الجيم كله انتهى. خلينا نشوف هذا الصندوق يا اخوان اللي هو اعطانا، مثل ما انتم شايفين اعطانا صندوق مع بطاقات مع الى اخره. خلينا نفتح هذا الصندوق كتجربة ونشوفه امامكم.
شوف يعطينا نفس العصا ولا الغير. شايفين عطانا العصا القرمزية، ما عطانا نفس هاي العصا. إذن خلينا نفوت على طاولة 5 مليون بنفس العصا نشوف، لأنه هو ما بتعرف يعطونك الصندوق أو ما يعطونك أنت وحظك يعني. اعتقد هذا الشيء فيه خطا يعني، ما هي ظابط انه لازم يعطونا نفس العصا، يعني ايش بدنا بالعصا الاخرى يعني، العصا هذيك كل العالم مكستها اعتقد. تمام، بعدها ندخل طابة الثلاثة اسبن. لا ممتازة، لا ممتازة، صفتها ممتاز. ايش بقى عندنا؟ طابة 2 طبقت بطابة الواحد تدبيق. طيب تيجي معانا ما مية مية. بعدين بنجيب طابة 8 اللي هي البلاك. ممتاز، خلينا نشوف بيعطونا كمان صندوق ولا، عشان تشوفون انت بشكل كافي. اوكي نفتح الصندوق الاخر، شايفين؟ اذا عطونا صندوق على هاي الطاولة، فانت وحظك، بيعطونك احتمال على الطاولة نفسها او على الطاولة الاخرى، فانت وحظك. احتمال يعطونك على طاولة 5000 بيعطونك صندوق. بهاي الطريقة انت تستطيع تطور العصا، تمام؟ طيب خلينا نشوفكم موضوع اخر. اذا بتضغط هنا على العصي بتلاقي مو ضايفي لك العصا، هنا اذا بتضغط كمثال على العصي بتلاقي مو ضايفي لك العصا، هنا اذا بتضغط على العصي بتلاقي حاطينها اول اشي. فخلينا نفوت على الطاولة نفسها ونقول بسم الله نجرب جيم اخر، تمام؟ اوكي خلينا نشوف الوضع على هاي الطاولة، وهكذا بدك تضل تلعب لحتى ما تطورها او تمكسها. اللي عنده اي استفسار او اي سؤال يا اخوان يجيني على البث المباشر اليوم المساء باذن الله تعالى، عندنا بث مباشر بعد المغرب، يكون بثنا طويل باذن الله تعالى ما الا نمكس هاي العصا بشكل كافي. خلينا نشوف هذا اللاعب. إذن يلا ما بدها شيء يعني، هو الكرات صغيرة منتهي الجيب، هو المفروض يدخل طابة الواحد. خصم خصم خصم، ما راح الخصم. بدي ادخل طابة الستة. حلو، انتهى الجيم يا ابو فوز. يلا اضربه يا شيخ، يقدم سبن. يلا تصير عنده السبعة صعبة، يدخل اول شي طابة السبعة. ممتاز، تعال 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 تعال. لا يمكن يجيبها اذا ترد اليمين تكون،
ما تجي خلاص قفل يا شيخ ايش الحظ الغرابي والله جابه جابه يا الله البلاك هاي يجي اول ياس يو والله قلت طابة ما تجي خالص سبحان الله ضربها واجت ظلت الدور الا اجت هذا اسطوري يا شيخ لواعب اساطير مو بس اساطير اشي خرافي والله من عالم اخر لواعب هذول والله لواعب من عالم اخر بالرغم لفلهم صغير لواعب من عالم اخر اشهد بالله ادري ضيحي ضحت هاي أخرى. بعدين نجيب والله يا ابو الياس لساته عندي ليفل واحد وادائها اشي خرافي مبين انها قويه بحيل ابو فيصل والله يا ابو الياس قويه قويه العصا قويه عن جد عصا قويه نعم تمام خلينا نفتح هذا الصندوق اذا كمان عطتنا يا اخوان النفس العصا اذا هذا الوضع بشكل عام انت بتلعب عطوك العصا الثاني عطوه بعطوك لهاي العصا خلص هكذا انت بتلعب على هاي الطاوله لحتى ما تقدر تطور او تمكس هاي العصا اوكي حبايب القلب اعتقد هيك يعني انتم شفتوها بشكل كافي او كامل بالنسبه للعصا وبالنسبه لطريقه تمكيسها او بدايتها من خلال المربعات انت اذا كنت تشكد من جامع نقاط بامكانك تشتري عن طريق هذول النقاط من تحت اذا وضعك المادي كويس تقدر تشتريها عن طريق الشراء حط لك خيار للشراء بس هاي هي المواضيع بشكل عام بدك كوينز بامكانك تستبدل الصندوق بكوينز هنا حط لك اياها كل قطعه فهذا الموضوع يعود لك هاي وضع العصا بشكل كافي تظل تلعب لحتى ما تمكس هاي العصا والعصا بدها 600 قطعة تقريبا حتى تصير بلفل مكس إذا بدها أكثر من 600 قطعة إن شاء الله تعالى بالفيديو المقبل راح ننزل لكم عنها كمان شرح آخر هنا حطي لك عنها بالعروض هنا تقريبا يجوز 2 دولار على ما أعتقد لأنه عندنا العملة التركية تختلف عن الدولار ما أعرف كم بالدولار بيعطونك كاش ويعطونك ضربة جولدن شوت وبيعطونك 5 بالنقاط الهاية العصر هذا اعتقد الوضع وهنا تحصل خلينا نشوف هذا الصندوق بيعطي لها شايفين هذا عطى للعصارات والمزيدة طيب ما نشوف هي راح يعطي كلهن راح يعطن عندك الكلان كمان جرب ساعد اصدقائك كمان بالكلان خليهم يستفيدون موضوع آخر يا إخوان بالنسبة للحسابات اللي تبندت أو بالنسبة للحسابات اللي تصفرت أو بالنسبة للحسابات اللي أخذت بند أمس لحد تاريخ هاي اللحظة يا إخوان ما في أي رد لحد تاريخ هاي اللحظة ما في أي جواب من الشركة بشكل رسمي كل الكلام اللي موجود على الصفحات كله أقاويل وأحاديث هذا اللي يقول لك إنه بسبب كذا وهذا يقول لك بسبب كذا وهذا يقول لك بسبب كذا ما في شيء واضح تمام الموضوع بده صبر ان شاء الله مهين لبكره راح تبين المواضيع بشكل كافي وكامل لكل الناس يلي تلعب هاي اللعبه اذا بين معي الموضوع بشكل كافي باذن الله تعالى لانه ما بدي اتكلم كلام يتكلمون على الصفحات انه العالم عم تتحذر حذر هذا يقول لك بسبب النقل هذا يقول لك بسبب الخطوط هذا يقول لك بسبب الفي بي ان هذا يقول لك بسبب كلها كلام غير رسمي إن شاء الله يا إخوان ننتظر رد بشكل رسمي وبأي لحظة يجيني رد رسمي إن كان المساء ولا الصبح مباشرة بسوي فيديو وبقول لكم الوضع على الشكل التالي لكن أنا كشخصي
كشخصي اعتقد هذا الاشي صار فيه خلل بالخوادم عندهم، وراح تنحل هاي المشكله مساله وقت. لانه اليوم في قسمين من الحسابات، القسم الاول يا اخوان تبند حسابه ولكنه على الليجا وعلى الكلان وكونزه على ما هو، والقسم الاخر تبند حسابه فتصفر، فهذا دليل انه في خطا، فراح ينحل اذا كان خطا، واذا ما كان خطا يا اخوان فالله يعوض الجميع. هذا الموضوع لا بايدي ولا بايدكم، الحمد لله الحمد لله على كل الاحوال. هاي خلاصه الموضوع، تفضل ابو الياس. في نقطه مهمه شباب، طاولات الاخرى يعطونك قطع للعصا المضيئه، توي اكتشفت. اي طاولات الاخرى؟ طاوله ال 100,000 وطاوله ال 5 مليون يعطوك. اي اما انا لعبت على طاوله ال 5 مليون اعطوني 10 قطع. ايوه اي أيوة. ولعبت على طاوله ال 5000 وانطوني لها ما ذكر كم قطعه كمان. فاحتمال بيعطونك صندوق قرمزي للعصا القرمزي، احتمال يعطونك صندوق من هذا الشيء، تكون ما عليك تلعب وتتوكل على الله والكل راح يمكسه معكم 7 ايام. تمام يا اخوان، هذا كان موضوعنا، اتمنى هذا الفيديو البسيط اعجبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.